يا أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى من هنا، تغطية مستمرة ومباشرة للحملة الوطنية للخيرية للتبرع. هذه الحملة التي تقودها منصة إحسان، هذه المنصة التي دعمها قبل قليل سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، وأيضا كثير من الجمعيات والأوقاف، وإن تحدثنا عن المؤثرين وإن تحدثنا أيضا عن الأفراد والمقيمين من المجتمع، أيضا سفراء من المملكة يدعمون هذه المنصة دعم كبير نشاهده الآن، وفرحة كبيرة من هنا من مقر انطلاق هذه المنصة والدعم الفني لهذه المنصة. خلف هذه المنصة يتواجد فريق كامل لمنصة إحسان، يدعمون الموضوع فنياً، يدعمون هذه المنصة تقنياً، وأيضاً يتابعون كل ريال يدخل لكي يذهب إلى المستفيدين. حتى الآن وصل الرقم إلى أكثر من 152 مليون ريال دعم. بإذن الله هذه التبرعات في شهر الخير ستذهب إلى المحتاجين، فرحة كبيرة جداً جداً. الريال هو مهم بالنسبة لنا ومهم أيضاً بالنسبة للمحتاجين. يسعدني أن يكون معي أحد قادة هذه المنصة وأيضا أحد الفرحين اليوم بهذا اليوم، الأستاذ عبد العزيز الحمادي، وهو التقني المعروف والرئيس التنفيذي لمنصة إحسان. أستاذ عبد العزيز، اليوم نشعر بفخر كبير ونشعر بفرحة عارمة جدا، ويعني فرحة لكل شخص موجود في هذا المكان، لكل ريال يدخل لهذه المنصة، لأننا نعرف ونعلم أين ستذهب. صحيح، طبعا اليوم الحمد لله هذه المنصة أتاحت خيار أمثل ومميز لكل من يريد أن يعطي وكل من يريد أن يبذل من ماله، خاصة في شهر الخير. منصة إحسان أطلقت بالأمر السامي كما سمعنا، ولله الحمد اليوم يعني كان يعني قمة العطاء بصراحة من المجتمع السعودي من مواطنين ومقيمين، مثل ما ذكرت الحمد لله وصلنا إلى أكثر من 152 مليون ريال. هذه ستذهب بإذن الله إلى المستحقين الأشد استحقاقا بإذن الله بشكل مباشر. منصة إحسان اليوم تستخدم لله الحمد أحدث التقنيات، ويعني تتوفر فيها الشفافية والأمان لإيصال مثل هذه التبرعات إلى مستحقيها في أسرع وأبسط طريقة ممكنة، وبإذن الله سيكون هناك عدد كبير من المنتجات التي ستقوم المنصة بإطلاقها خلال الفترة القادمة. عبد العزيز، أكثر من 7 وزارات، مجموعة من المؤسسات غير ربحية تشارك معكم في المنصة، ربط يعني كبير جدا اللي قاعد نشوفه، وشراكة حكومية وغير حكومية في هذه المنصة، كيف استطعتم أن تعملوا هذه التوليفة؟ طبعا اليوم لله الحمد القيادة تولي اهتمام كبير جدا للقطاع الخيري على مستوى المملكة، وخير شاهد ما رأينا هذه الليلة من تبرع سخي من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان لمشروع هذه المنصة. الوزارات والتكاتف الحكومي والتعاون لإبراز هذا الدور المجتمعي الهام دليل بإذن الله على يعني وجهة رائعة جدا في المستقبل. اليوم اللجنة الإشرافية مكونة من 7 وزارات وتقريبا 4 جهات حكومية كلها تعمل وتتكاتف لتيسير مثل هذا العمل. لله الحمد اليوم المنصة تعمل في جميع المجالات القطاعية وأيضا المكانية، في الصحة والتعليم والإسكان والعدل وغيرها كثير من المجالات، بتناغم كامل ما بين الجهات الحكومية. كذلك نحن نعمل اليوم مع أكثر من 200 جمعية خيرية على مستوى المملكة بشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتفعيل هذا الدور الهام على مستوى المجتمع. بالإضافة نعمل مع مركز الملك سلمان لإغاثة الأعمال الإنسانية لإيصال رسالة المملكة المميزة الإنسانية إلى خارج المملكة، ونتيح للمواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية لإيصال تبرعاته بأمان وشفافية وموثوقية إلى دول الخارج بشكل سهل وسريع. عبد العزيز، أنت في غرفة العمليات وفريقك معك، كيف تلاحظون من بعد يعني دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، كيف تشهدون الدعم والحراك السريع والتفاعل من المجتمع ومن داخل المجتمع وخارج؟ طبعا بصراحة لم ننصدم، لأنه في النهاية الدعم المستمر لمثل هذه القضايا هو ديدن بصراحة القيادة الرشيدة، وأيضا ديدن الشعب السعودي سواء من مواطنين ومقيمين. فلله الحمد اليوم الحراك سريع جدا، اليوم لوحده وصلنا إلى مبالغ مهولة، أكثر من 20,000 شخص في اللحظة الواحدة يدخل على هذه المنصة ليعطي ويبذل في هذا الشهر الفضيل. وبإذن الله نحن معولين كثيرا خلال هذا الشهر وما بعده إلى أن نصل بإذن الله إلى أرقام كبيرة جدا تساهم بإذن الله في بناء المجتمع وديمومة مثل هذا العطاء من أهل العطاء. الله يكتب أجركم، مشارك مبارك عبد العزيز. شكرا، مشارك كذلك. الله يحفظك.
نعم، شكرا لعبد العزيز الحمادي، وهو الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان. عبد العزيز هو فرد من أفراد من سيدات وشباب الوطن موجودين في غرفة عمليات. حقيقة كل ريال يدخل وكل مبلغ يزيد، أسمع التصفيقات، أسمع الدعم، أسمع الحماس والروح. يعني أنا بصراحة ما أقدر أوصف لكم الشيء اللي قاعدين نشاهده، ولكن دعم كبير. أكثر في الدقيقة أكثر من 20,000 دخول على المنصة الآن، أكثر من 170 مليون ريال تدخل عبر منصة إحسان. الريال يفرق، كل شخص يتابعنا فقط أدخل على المنصة، الدفع بكل سهولة وبكل يسر، وتأكد أن هذه المنصة تحظى بدعم ورعاية كريمة من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، لكي يصل كل ريال إلى محتاجيها. طبعا كانت هذه ختام التغطية المستمرة والنقلات المباشرة من هذا المكان. سنوافيكم بكل ما هو جديد من خلال منصة إحسان ومن خلال هذه الحملة الوطنية الخيرية. الآن سأترككم مع البث المباشر والذي سيستمر بإذن الله خلال هذا اليوم للحملة الوطنية الخيرية للتبرع. معالي، يبدو أنه فقدنا الاتصال مع معالي الوزير، لعلنا نعاود محاولة الاتصال بمعالي. ريثما يجهز الاتصال نذكر أن التبرعات وصلت من خلال منصة إحسان إلى 172 مليون و674 ألف و700 ريال واحد. بالتأكيد لابد أن ننوه الجميع دون استثناء أن يستثمروا هذه المنصة التي جاءت بأمر سام كريم أن يقوموا بالتبرع وبذل العطاء. ما أدري إذا كان جاهز اتصال معالي وزير الصحة. طيب، بشكل سريع طبعا نذكر مشاهدين الكرام أن هذه المنصة بمحتواها وبتفاصيلها تؤكد حرص القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله، واهتمامهم بتلمس احتياجات جميع المواطنين وبذل العطاء والإنفاق في سبيل الخير، وهو دين ثابت بلا شك ونبراس يقتدى به. نبقى مع هذا الفاصل مشاهدين الكرام ثم نعود إليكم. لأن الدال على الخير كفاعلة، وفرنا في منصة إحسان برنامج غراس الذي يمكنك من مشاركة روابط التبرعات ومتابعة عدد الأشخاص الذين تبرعوا من خلالك، وذلك عبر الطريقة التالية: سجل دخولك، اختر الفرصة التي تريد مشاركتها، شارك الرابط، ومن خلال ملفك الشخصي ستجد تقريرا مفصلا بالتبرعات التي تمت عن طريق الروابط التي قمت بنشرها. وكلما ساهم المتبرعون عن طريقك أكثر كلما جنيت نقاطا أكثر، وما عند الله خير وأبقى. لقد حققت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بقيادة رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله العديد من الإنجازات تطبيقاً لتوجيهات سموه الكريم، واستناداً لمتابعته الدائمة التي كان لها بالغ الأثر فيما حققته الهيئة، مستلهمين من سموه الكريم الإصرار والعزيمة والطموح الذي يعانق عنان السماء. واليوم في ظل مساعي حكومتنا الرشيدة في تمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره ورفع مستوى الموثوقية والشفافية في العمل الخيري، أطلقت سدايا بإشراف سمو ولي العهد منصة إحسان لدعم العمل الخيري في المملكة بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية المختلفة، إذ تخدم إحسان حتى هذه اللحظة أكثر من 200 جهة حكومية وخيرية وأكثر من 300,000 مستفيد. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونرحب أيضا بمن انضم إلينا متابعة لهذه التغطية المباشرة عبر القناة السعودية استمرارا للتغطية التي بدأت منذ 10:30 مساء عبر قناة وشاشة الإخبارية. نعاود الترحيب بمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيع. حياكم الله معالي الوزير، لا يخفاكم أن هذه المنصة هي منصة للخير، وأقصد منصة إحسان، فيها الكثير من البذل والعطاء في الكثير من المجالات، سواء الرعوية
الرعوية أو المكانية أو حتى الخدمية، وأيضا فيما يتعلق بشأنكم في وزارة الصحة الخدمات الصحية. بتعليق سريع معاليكم، كيف ترى يعني فعليا وجود مثل هذه المنصة التي تتجه دعما وعطاء وسخاء إلى جميع المستفيدين في هذا البلد الكريم؟ شكرا، السلام عليكم، وشكرا على هذه إتاحة فرصة المشاركة. في البداية أتقدم بالشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين لدعمهما السخي في الحملة الوطنية للعمل الخيري وتشجيعهم الدائم لتطوير القطاع الخيري في المملكة. وحقيقة منصة إحسان سوف تنظم التبرعات لوصولها لمستحقيها من خلال منصة وطنية معتمدة وموثوقة، وبالتأكيد سيكون للمنصة بمشيئة الله دور في دعم الرعاية الصحية وتوفيرها بشكل أكبر وتسهيل وصول الخدمات الصحية بشكل أفضل. أيضا التكامل بين منصة إحسان وجمعية الصحية الخيرية يدعم تسريع الحصول على الخدمات الصحية للمستفيدين عبر دعم المشاريع الصحية. لذا يعني أدعو الجميع للتبرع من خلال هذه المنصة الموثوقة والتي تقدم حلول تقنية سهلة للتبرع. ونحن في وزارة الصحة سنقدم كل الدعم لمنصة إحسان وسيتم العمل معهم على مشاريع تصب في مصلحة القطاع الصحي. وفي الختام أشكر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والتي يرأس مجلس إدارتها سمو ولي العهد لتبنيها وتطويرها لهذه المنصة، والتي سيكون لها أثر كبير بمشيئة الله على تطوير العمل الخيري في المملكة. معالي الدكتور، ماذا عن التعاون مستقبليا والتكامل الذي سيكون ما بين وزارة الصحة والقائمين على هذه المنصة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتسريع وتقديم الخدمات بشكل مباشر إلى المستحقين والمستفيدين في القطاع الصحي؟ بالتأكيد هناك تعاون كبير منذ يعني بداية إنشاء المنصة، وهناك تنسيق على آليات تفعيلها والاستفادة منها بشكل متميز، ونحن نعمل معهم ونتشارك معهم في هذه المنصة بتقديم كل الحلول المناسبة للتساهم في جميع الأعمال، وخصوصا مثلنا القطاع الصحي والذي بالتأكيد سوف يستفيد كثيرا من هذه المنصة المباركة التي أسأل الله التوفيق وأسأل الله الأجر العظيم لكل من كان خلفها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد. معالي الدكتور توفيق الربيع وزير الصحة، شكرا جزيلا لكم، شكرا لكل ما يقدمه معاليكم وفريق العمل في القطاع الصحي. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وإن شاء الله يمتد الخير والعطاء في هذا البلد الكريم. مشاهدينا الكرام، أذكر لمن أراد التبرع بمبلغ مليون فأكثر بالإمكان الاتصال مباشرة على الهاتف 800-124-7000. نبقى مع هذا الفاصل ثم نواصل معكم هذه التغطية. من خلال ميزة التبرع السريع في منصة إحسان تستطيع التبرع في ثواني معدودة وبدون التسجيل في المنصة. اتبع الطريقة التالية للتبرع السريع: قم بزيارة المنصة واضغط على أيقونة التبرع السريع، ثم اختر المجال المراد التبرع له. بعد ذلك قم بتحديد مبلغ التبرع واختر طريقة الدفع المناسبة لك مثل أبل باي أو أي من طرق الدفع الأخرى. ستظهر لك رسالة اكتمال التبرع بنجاح، وتقبل الله عطاءكم. لقد حققت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بقيادة رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله العديد من الإنجازات تطبيقا لتوجيهات سموه الكريم، واستنادا لمتابعته الدائمة التي كان لها بالغ الأثر فيما حققته الهيئة، مستلهمين من سموه الكريم الإصرار والعزيمة والطموح الذي يعانق عنان السماء. واليوم في ظل مساعي حكومتنا الرشيدة في تمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره ورفع مستوى الموثوقية والشفافية في العمل الخيري، أطلقت سدايا بإشراف سمو ولي العهد منصة إحسان لدعم العمل الخيري في المملكة بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية المختلفة، إذ تخدم إحسان حتى هذه اللحظة
أكثر من 200 جهة حكومية وخيرية وأكثر من 300 ألف مستفيد. في مثل هذه الحملة المباركة نعمل على تحقيق الخير ومد جسور التعاون والتكاتف والتجاسد والتكافل بيننا، نؤكد فيها على أعظم القيم العظيمة والمبادئ الكريمة التي تدعو إلى مجتمع يتكامل بالحب والعطاء والسخاء. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى أيضا مداخلة هاتفية يشاركنا فيها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل. حياكم الله معالي الوزير، في البداية نشكر لكم وقتكم ومشاركتكم معنا في هذه التغطية المباشرة، ولا يخفى معاليكم أن هذه المنصة بالتأكيد لها جهد كبير في قطاع الإسكان وإمداد الخير للمستحقين في قطاع الإسكان. نريد تعليقا من معاليكم على هذه المنصة وما تقدم. مساكم الله بالخير جميعا، وأرحب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير. طبعا نثمن الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله على تبرعهم السخي قبل قليل ودعمهما المستمر للعمل الخيري، وما شاهدناه اليوم يأتي امتدادا لهذا الدعم المتواصل والحرص على تمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية، مما يعزز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع من خلال التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتعظيم نفعهما. طبعا كما تعلمون يمثل العمل الخيري في بلادنا عنصرا أساسيا وثقافة اجتماعية جاءت ثمرة لاهتمام قيادتنا وحرصها المستمر على تفعيله وتعزيزه على مستوى كافة الأصعدة، حيث حظى القطاع غير الربحي في المملكة بنصيب وافر من الاهتمام، كما أكدت رؤية المملكة 2030 على دوره نظرا لأهمية القصوى في اجتماعيا واقتصاديا في تنمية المجتمع وتمكين أفراده من خلال مبادرات نوعية على مستوى أكثر من قطاع، كما ساعد هذا الاهتمام في التحفيز على العطاء الخيري وتعزيز المشاركات والمساهمات الاجتماعية. والحمد لله اليوم أصبحنا العمل غير الربحي محورا أساسيا للتنمية المستدامة، وركزت رؤية المملكة 2030 على الارتقاء بهذا القطاع باعتباره شريكا مهما وفاعلا في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة اليوم، حيث تستهدف رؤية 2030 إلى رفع مساهمة القطاع الثالث في إجمالي الناتج المحلي من نسبة أقل من 1% سابقا إلى 5%، وهذا يؤكد على أننا أمام قطاع مهم للغاية. واستكمالا لهذه الأهداف الإنسانية والاقتصادية والمجتمعية وتأسيسا للعمل الخيري النبيل، جاءت منصة إحسان وما سبقها من مبادرات خيرية، حيث حظت بدعم غير محدود من القيادة الحكيمة كمنصة جود للإسكان التي تعد أحد المنصات الخيرية في المملكة الساعية إلى توفير المنازل للأسر على أشد حاجة، وحظيت بدعم سخي من خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين، كذلك بدعم المجتمعي ومؤسسي استفاد منه أكثر من 23 ألف فرد، وبلغت أجمالي المساهمات نحو نصف مليار ريال حتى الآن. وكما تعلمون أن ما يميز هذه المنصات هو هدفها النبيل الساعي إلى تعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع، إضافة إلى المستوى العالي من رفع الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي ولله الحمد، كما أنها تسهل عملية المساهمات الخيرية بالتكامل مع أطراف العلاقة في أي وقت وأي مكان، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وتأسيا بإشراف بشرف الخلق عليه السلام، وتماشيا مع حق قيادتنا الحكيمة في المساهمة في دعم العمل الخيري. أدعو الجميع وخصوصا من لديهم القدرة، وخصوصا نحن في هذه الأيام المباركة، إلى تفعيل وتعزيز المشاركة المجتمعية والمساهمة في دعم الأسر المسجلة في جميع المنصات الخيرية، والتي من بينها منصة إحسان ومنصة جود الإسكان. وأخيرا نسأل الله يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها ورقائها واستقرارها بظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، وأن يديم علينا ترابطنا وتكاتفنا وتعاطفنا إن شاء الله.
اللهم امين. شكرا لكم معالي وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان الاستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل على ما ذكرت وعلى ما اعطيت وقدمت من تفاصيل حقيقه رائعه ومبشره بالخير. اذا مشاهدينا الكرام، نود ايضا التنويه بان هناك منصات تقوم على جمع التبرعات خارج المملكة، يعني رسمية ومعتمدة من جهات، أو تقوم بجمع تبرعات أؤكد أن المنصة التي أو المنصات التي تقوم من خلالها المملكة العربية السعودية لتقديم البذل والعطاء في المجال الإغاثي والتبرع سواء داخليا أو خارجيا هو من خلال منصة إحسان، هذه المنصة الرسمية، وكذلك من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يشارك وبشكل كبير يعني في الكثير من البرامج والكثير من المسارات. ندخل أيضا بالمزيد من التفاصيل عن هذه الحملة، وينضم إلينا عبر الهاتف معالي الشيخ عبد الرحمن السديس وهو الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. حياكم الله معالي الشيخ، الكلمة لكم معاليكم للحديث يعني أولا عن هذا المشهد العظيم الذي بدأه خادم الحرمين الشريفين بالتبرع، ثم جاء تبرعا من سمو ولي عهد الأمير، ثم تستمر هذه التبرعات التي وصلت حتى الآن 174 مليون و230 ألف و754 ريال. تعليق معاليكم على هذا المشهد وهذه اللحمة. شكرا. الحمد لله رب العالمين، من علينا بمواسم البر والإحسان، أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيطيب لي المشاركة في هذه الحملة المتميزة التي تكون نافذة بإذن الله لقلوب المسلمين وقلوب المواطنين في الإسهام في هذه المنصة المتميزة، منصة إحسان الخيرية للعمل الخيري. شاكرا لله عز وجل على فضله أن من علينا بمحاور شرف عظيمة، منها شرف المكان في هذه البلاد المباركة، وشرف الزمان في شهر رمضان المبارك، وشرف الرسالة العظيمة التي تطلع بها المملكة العربية السعودية من خلال أعمال البر والخير والإحسان والبناء والهناء والعطاء وإتاحة الفرصة لأبنائنا وأبناء المسلمين شعب المملكة العربية السعودية والمسلمين جميعا للإسهام بهذه المنصة المتميزة. أيها الأخوة الكرام، ما أجمل وأعظم كلمة الإحسان، ولهذا جاءت في القرآن الكريم في آيات متعددة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الجزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقال الأول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. هذا الدين العظيم دين الإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الإحسان، وهذه الدولة دولة الإحسان، فليس بغريب علينا أن نتنافس في ميادين الإحسان، بل إحسان الإحسان في ضبط تبرعاتنا وزكواتنا وصدقاتنا عبر مظلات مأمونة ومنصات موثوقة. وما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وما منصة إحسان؟ نعم، وما منصة إحسان إلا طريق. نعم، معي يا أخي عادل. أي معك، تفضل معاليك. وما منصة إحسان إلا مظلة مأمونة ومنصة موثوقة
لضبط الإحسان، والله عز وجل حثنا في كتابه العظيم على الإنفاق في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل العلم من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يكثر فيه من الصدقات والإحسان، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. أيها الإخوة الكرام، إنما حينما نقرع باب الود والعطف ونشرع دونكم قناة الحب واللطف، فإننا نحمد الله عز وجل على ما من به علينا في هذه البلاد المباركة، فهي منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، وهي تعنى بمجال الإحسان والبذل والعطاء لأبناء هذه البلاد المباركة وللفقراء والمحاويج والمنكوبين والأعمال الإغاثية. وقد صدر ولله الحمد والمنة في هذا العهد الميمون، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، وهم من رواد العمل الخيري ورموزه. وما تبرع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تصدر هذه الحملة المباركة إلا أنموذج رائع عظيم متميز، هو محل الاقتداء والائتساء من أبناء هذه البلاد المباركة. لقد صدر الأمر الثاني بتكليف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بتنفيذ هذه المنصة الوطنية باسم إحسان للعمل الخيري. إنها منصة مباركة عظيمة تحقق المقاصد الشرعية في حفظ الدين وحفظ المال وضبطه في مجالات عظيمة، تسهم برفع مستوى إسهام العمل الخيري في التنمية المستدامة وفي القطاع غير الربحي وفي الأعمال الخيرية لهذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية. هناك مبادرات ومشاريع وخدمات خيرية وتنموية وإغاثية وصحية، واستدامة هذه المشروعات إنما يأتي من خلال استمرارنا في البذل والإحسان عبر هذه المنصات الموثوقة. إن أهم أبرز مزايا هذه المنصة الموثوقية، فهي تجمع بين اللجان الشرعية وبين المنصة الإلكترونية والتحولات الرقمية بسرعة، بوضع خيارات متعددة لتسريع عمليات التبرع والتبرع السريع. وها هي أرقام الهواتف والروابط الإلكترونية. فما علينا أيها الإخوة المسلمون، نستحس المسلمين جميعا للإسهام في هذه الحملة الرائدة المباركة الميمونة، وأيضا نشيد بهذه الجهود العظيمة في شمولها، في سرعتها، في تنوعها، في فرص التبرع التي تغطي العديد من جوانب العمل الخيري. وهناك ميزة مهمة، وهي الأمان والشفافية والموثوقية والاحترافية، حيث تطبق أعلى المعايير التقنية في البيانات وأمن المعلومات، وكذلك الشفافية حيث تقدم تقارير دورية تعكس الحوكمة والشفافية في الممارسات الإدارية والميادية. إن أهم القيم المضافة للإحسان التكامل والتقانة والبيانات، فهذا هو إحسان الإحسان. وما هذه الحملة الوطنية في هذا اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك في أول جمعة إلا استفتاح واستهلال مبارك لنشر الخير في هذه البلاد المباركة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إن إبراز دور المملكة العربية السعودية، دور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في دعم تطوير العمل الخيري والقطاع غير الربحي، وحرصهم وفقهم الله على رفع كفاءته وموثوقيته، كل ذلك من خلال هذه المنصة المأمونة الموثوقة.
وهو حرص من القيادة الرشيدة على تشجيع العمل الخيري وإبراز الجانب التنموي للمجتمع، وكذلك التعريف به وتشجيع وحث المجتمع على الأعمال الخيرية وتفعيل الدور التكاملي بين سدايا ومختلف القطاعات والأهلية ودور المسؤولية الاجتماعية بالقطاعات الخاصة وغير الربحية وتفعيلها، وكذلك أيضا العمل الدقيق الاحترافي. من قبل كانت مجالات الإنفاق اجتماعية وفردية، واليوم ضبطت ولله الحمد والمنة، فلا عذر لأحد منا. نستحس المسلمين جميعا من مكة المكرمة ومن الحرم المكي الشريف لأن يصغوا إلى هذا النداء الذي فيه خيرنا وسعادتنا، وما نقصت صدقة من مال بل تزد، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فجزى الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وجزى الله أصحاب السمو من أمرائنا الذين ضربوا أروع الأمثلة في البذل والإنفاق، وكذلك من أثريائنا ورجال أعمالنا وذوي اليسار فينا الذين تسابقوا ولله الحمد والمنة. ونرجو أن لا تنتهي هذه الحملة إلا وقد وصلت إلى ملايين، هي منفقة ومبذولة ومخلوفة لهم بإذن الله. فإن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. يا أخي المسلم، أترك لك أثرا وبصمة في عمل الخير المأمون. فشكرا لولاة أمرنا على أن أتاحوا لأبناء هذه البلاد المباركة الإسهام في مجالات خيرية في مظلة موثوقة مأمونة هي منصة الإحسان. جزى الله الجميع خير الجزاء، وأنفق علينا وعليكم وما أنفقتم فهو يخلفه، وجزى الله ولاة أمرنا وأدام على بلادنا نعمة الخير والتلاحم والتكاتف. آمين. التكافل الاجتماعي ولله الحمد والمنة، وولاة أمرنا يضربون أروع الأمثلة بالاقتداء بهم وحسن الائتساء بهم، جعل الله ذلك في موازين أعمالهم الصالحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا لكم معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف على هذه المداخلة، بل هذه الكلمة الضافية التي وجهتم من خلالها تحفيزا ودعما للبذل والعطاء. بالتأكيد مشاهدينا الكرام، هذه المنصة، منصة إحسان، هي منصة قد حظيت بدعم كبير واهتمام مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، حرصا منه حفظه الله على دعم العمل الخيري وتطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وأيضا الموثوقية في الأداء. نستقبل أيضا أو نتجه إلى هذه المداخلة الهاتفية. ينضم إلينا سعادة الرئيس التنفيذي لشركة علم الأستاذ عبد الرحمن الجاضي. حياكم الله أستاذ عبد الرحمن. وأسأل في البداية حقيقة، يعني مثل هذه المنصة التي تعمل تقنيا وتحتوي على العديد من المسارات والبرامج وسهولة في الاستخدام، أريد أن أسمع تعليق سعادتكم على يعني فعلا أهمية استثمار التقنية لإيصال العمل الخيري أو لتقديم العمل الخيري وإيصاله إلى المستفيدين الحقيقيين. شكرا لكم. حقيقة اليوم اجتمع شرف الزمان في شهر رمضان مع إطلاق هذه الحملة من منصة إحسان. وكما نعرف يعني منصة إحسان الآن تحكي قصة نجاح في التحول الرقمي الذي وصلت إلى المملكة العربية السعودية. وهنا يعني حقيقة تتوفر في المنصة نقطة تحول للمجال العمل الخيري، فهي تمكن القطاع غير الربحي لقيام مسؤولية على أحسن وجه، وتعزز أيضا دور المسؤولية الاجتماعية للأفراد والقطاع الخاص. كما ساهمت منصة إحسان في رفع مستوى الشفافية للعمل الخيري والتنموي.
حقيقة أحسنت منصة إحسان في إطلاق هذه الحملة المباركة، ونحن يعني نرى تحول رقمي كبير في المملكة العربية السعودية، فلا نستغرب وجود منصة إحسان. ونحن يعني في شركة علم شكرا لكم بها ومجلس إدارتها، يعني نسعد فضل. صراحة بالمساهمة في هذه المنصة بمبلغ 5 ملايين ريال، لذلك ونسأل الله التوفيق للقائمين على هذه المنصة، وشكرا لكم. شكرا لكم أولا دكتور عبد الرحمن على هذا التبرع والمبلغ الذي أضيف إلى منصة إحسان من شركتكم شركة علم، ونشكركم على مشاركتكم معنا في هذه التغطية المباشرة. أذكر مشاهدينا الكرام بأمرين، الأمر الأول وصول المبالغ حتى مبالغ التبرعات حتى الآن إلى 182,182,541 ريال، وكذلك أذكر على هذه الجزئية المهمة جدا لمن أراد التبرع من خلال هذه المنصة بمبلغ 1,000,000 ريال فما فوق من خلال الرقم 8001247000. نواصل معكم هذه التغطية المباشرة مشاهدين الكرام، وننتقل وإياكم إلى منطقة تبوك ونقف جميعا على هذا المقطع المرئي الذي يتحدث عن العمل الخيري في هذه المنطقة. دانة الشمال وأرض الحب والكرم والورد الفاتن بجماله، تبوك الورد التي ظلت شاهدة على كرم أهلها لضيوف بيت الله منذ قدم التاريخ وإحسانهم إلى كل زائري المملكة حتى يومنا هذا. الأيادي التي لطالما مدت أسمى آيات المحبة والكرم، واتخذت من الورد رمزاً للتعبير عن محبة الغير والبذل في الإحسان إليهم والقيام على حاجاتهم بأفضل صور الاهتمام. تبوك الورد وأهل الورد، آن لشذا عطائكم أن يفوح إحساناً وبذلاً عبر منصة إحسان. أهلا بكم مشاهدين الكرام في ليلة كريمة ولحظات عظيمة سخية يشهد لها العطاء والبذل. مشاهدين الكرام، أذكر على استمرارية هذه الحملة طيلة شهر رمضان المبارك. نتجه إلى مداخلة هاتفية مع الرئيس التنفيذي لأوقاف محمد بن عبد العزيز الراجحي الأستاذ عبد العزيز العنزي. طبعا الأوقاف تبرعت بمبلغ 25,000,000 ريال، نتحدث بالتفاصيل. ونشكركم في البداية أستاذ عبد العزيز على هذا التبرع والتعليق لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عليكم السلام، حياكم الله، تفضل يا أستاذ عبد العزيز. الله يحييك أستاذ عادل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نحمد الله تعالى أن بلغنا هذا الشهر الفضيل في هذا البلد المبارك ونحن بخير وصحة وعافية وأمن وأمان بفضل الله تعالى. ونشكر الله تعالى أولا ثم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين على ما يقومون به من جهود عظيمة لخدمة البلاد والعباد، وما هذه المنصة إلا شاهد من الشواهد على ذلك. ويسرني في هذه الليلة المباركة الإعلان عن تبرع الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي رحمه الله تعالى وهو في قبره بمبلغ 25,000,000 ريال دعما لهذه الحملة المباركة، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلها من الشيخ محمد رحمه الله تعالى وأن يجعلها في موازين حسناته وأن يرفع بها درجاته وأن يفسح له في قبره وينور له فيه. وختاما نشكر جميع القائمين على هذه المنصة المباركة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم أستاذ عبد العزيز، وشكرا لهذا التبرع السخي الذي جاء منكم إلى منصة إحسان وبالتالي إلى جميع المستحقين والمستفيدين.
مشاهدين الكرام، يعني منصة إحسان عندما تأسست وجاءت بأمر سام كريم هي احتوت على العديد من المسارات المتنوعة. لعل أبرز ما يميز هذه المنصة هي سهولة التبرع، حتى أحيانا بل دائما لا تحتاج إلى التسجيل وإدخال الكثير من البيانات، تدخل مباشرة إلى هذه المنصة وتقدم التبرع بشكل آمن وبشكل موثوق وتقف مباشرة على كل هذه التبرعات. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم كلمة أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، حيث أشار فيها إلى بذل المزيد من الأعمال والمبادرات الخيرية التي تساهم في تكاتف المجتمع ووقوفه جنبا إلى جنب. نعتذر يبدو عن وجود هذا الخلل الفني، ربما نعاود عرض هذا المقطع لاحقا. كما ذكرت قبل التنويه إلى الانتقال للمنطقة الشرقية عن وجود العديد من المسارات التي تحتويها منصة إحسان، على سبيل المثال هناك برنامج الزكاة، وباختصار شديد هو برنامج إلكتروني متكامل يغطي جوانب الزكاة المختلفة، مثلا زكاة الأسهم وزكاة الذهب والفضة وزكاة عروض التجارة وغيرها، وحسابها ودفعها إلكترونيا بشكل مباشر عبر منصة إحسان، وتذهب مباشرة إلى مصارف الزكاة الشرعية المحددة. أيضا من البرامج برنامج الهدية، وهو برنامج هدية إحسان، يتيح للمتبرع أن يتبرع بالنيابة عن أحد أفراد أهله أو أحبابه، نشرا لثقافة التبرع وتعزيز الترابط الاجتماعي. نتجه إلى المنطقة الشرقية ونستمع إلى ما قاله سمو أميرها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الشهر الفضيل نعيش أياما فضيلة يسعى فيها الجميع لمضاعفة أعمال الخير والإحسان طلبا للأجر ودعما وتكاتفا مع الجهات التي تدعم الأعمال الخيرية في هذه البلاد الغالية. قد أولت قيادتنا الرشيدة في هذه البلاد اهتماما بالغا بالعمل الإنساني والخيري غير الربحي من خلال العديد من البرامج، كان آخرها إطلاق منصة إحسان، والتي تهدف إلى تعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع بدور تكاملي مع مختلف الجهات الحكومية، حيث تساعد هذه المنصة الجهات الخيرية المختلفة على تنمية مواردها المالية عبر تسهيل عملية التبرع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. هذه المنصة تجمع الجهات الخيرية في مكان واحد وتتسم بالشفافية والأمان والموثوقية، وأنا أدعوكم اليوم للمشاركة في تحقيق أهداف هذه المنصة الوطنية والمساهمة في دعم الحالات المعروضة فيها والمشاركة فيها بنشر الحالات ذات الاحتياج، وذلك للوصول إلى جميع شرائح المجتمع القادرة على البذل والعطاء والمساهمة في التفريج عن المحتاجين في كافة مناطق المملكة. ونستثمر هذا الشهر الفضيل بما يعود إلينا بالأجر والثواب. وفي الختام أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منطقة الشرقية بوابة للخير كما هي دائما، فأهلها أهل الكرم والطيب والإحسان الذين رسموا على مر العصور أروع قصص الخير. ولأن الإحسان إلى أصله يعود، أصبح بإمكان أهالي المنطقة الشرقية أن يتسابقوا في مجالات الخير ويتنافسوا في أعمال العطاء عبر منصة إحسان لينالوا الأجر والثواب. حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام، ويعني حقيقة نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التفاعل الذي نشاهده ونتابعه جميعا بوصول
التبرعات حتى الآن إلى 187 مليون و 443 ألف و752 ريال، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ما تقدمه وتعمل عليه القيادة الرشيدة، ثم أيضا من خلال يعني الحرص والاهتمام من أصحاب السمو الملكي ومراء المناطق وجميع المسؤولين، وأيضا لا ننسى ولا نغفل جميع الجهات الرسمية، جميع الجهات التي تعمل في القطاع الخاص، جميع الجهات أيضا التي تعمل وتبذل الجهود في القطاع الغير الربحي. كما ذكرت مشاهدين الكرام يعني قبل أن ننتقل إلى المنطقة الشرقية عن وجود العديد من المسارات التي تحتويها منصة إحسان، يعني جزئية جدا مهمة أن هناك لجنة إشرافية رفيعة تقوم بالإشراف المباشر على هذه المنصة. هذه اللجنة تتمثل في وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الصحة، البنك السعودي المركزي، وزارة التعليم، وزارة الموارد البشرية، وزارة العدل، وكذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كذلك رئاسة أمن الدولة، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وكذلك هيئة الحكومة الرقمية. ننتقل الآن مشاهدين الكرام من الرياض إلى القصيم، ونقف وإياكم على ما ذكره سمو أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، بالتأكيد سيتحدث دعما وتحفيزا للخير من خلال هذا المقطع المرئي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرني ويشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهد الأمين أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على الدعم المستمر لقيم العمل الإنساني التي نستمدها من تعاليم ديننا الحنيف، والتي تتجلى من خلال إطلاق المبادرة الوطنية للعمل الخيري منصة إحسان. كما أنني أشكر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بقيادة أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تدشين وإطلاق منصة إحسان لدعم العطاء الخيري في المملكة، وسعيا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بما يضمن رفع مستوى موثوقية العمل الخيري. ولا يخفى على الجميع أهمية منصة إحسان الإلكترونية لتسهل من تقديم التبرعات للفقراء والمحتاجين في مختلف مجالات الخير بسهولة وسرعة وموثوقية وفق قنوات رسمية آمنة وموثوقة، وهي امتداد لمسيرة التحول الفني الذي انطلقت من خلاله الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بمتابعة واهتمام من القيادة الرشيدة أعزها الله لتعزيز جهود العطاء الخيري في المملكة بإشراف عدة جهات حكومية تضمن وصول الدعم الخيري للمحتاجين. وبلا شك أن منصة إحسان ستكون داعما لتعزيز قيم العمل الإنساني بين جميع شرائح المجتمع، وتمكين الجهات ذات العلاقة في القطاع الثالث إلى تحقيق مستهدفاتهم بالوصول إلى الداعمين ونشر مفهوم المسؤولية المجتمعية بين المؤسسات بالقطاع الخاص. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق، وأن يخلف على كل من يتوجه إلى مثل هذه المنصات، وأن تصل كل هذه الأعمال الخيرية إلى مستحقيها. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. تحتل منطقة القصيم المرتبة الأولى محليا في إنتاج التمور، ولا يكاد يخلو منزل اليوم من منتجات نخيل القصيم التي تبلغ أكثر من 7,300,000 نخلة تنتج أكثر من 45 صنفاً مختلفاً من التمور. ولمنطقة القصيم قيمة اقتصادية لاهتمامها بهذا الموروث الشعبي، فالنخلة ترمز إلى الحيوية والنماء والرخاء والعطاء. ومن منطلق هذا العطاء الدائم من القصيم وأهلها أصبحت فرص التبرع والإحسان والخير التي أنتم أهل لها بين أيديكم عبر منصة إحسان لتتنافسوا في الأجر والخير في هذا الشهر الفضيل.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونتجه إلى هذه المداخلة الهاتفية مع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي. حياكم الله معالي الوزير. يعني بالتأكيد الكثير من الأعمال لديكم في الوزارة تتجه إلى أو تقومون بالإشراف على الكثير من الأعمال الخيرية. معاليكم تتابعون معنا في هذه الليلة عن هذه الحملة المباركة، من الحملة الوطنية المباركة من خلال منصة إحسان. بودي أن نسمع يعني تعليق من معاليكم حول أهمية وجود مثل هذه المنصة التي تنظم العمل الخيري في زاوية التبرعات. شكرا أخي العزيز. في البداية طبعا أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو العهد حفظهم الله على الدعم السخي الذي يقدمونه لهذا القطاع، القطاع الخيري والإنساني في وطننا المملكة العربية السعودية. وما دعم اليوم إلا هو إكمالا لهذا الدعم المتكرر الدائم. وبلا شك زي ما تفضلت هذه المنصة الإلكترونية، منصة إحسان، هي انطلاقة حقيقة مهمة في القطاع الخيري. وجميع المنصات الموثوقة المرتبطة بجهات حكومية أو جهات موثوقة من جمعيات هي تقدم دعم كبير للجمعيات، لأنها هي تكون حلقة وصل وتعطي موثوقية بشكل كامل، أنه عندما تدعم من خلال هذه المنصات الموثوقة يصل بإذن الله هذا الدعم إلى المستحقين، سواء كان في المجال الصحي أو المجال التعليمي أو الإغاثي أو الإنساني. كل هذه الدعوم تذهب بإذن الله لمستحقيها. وبشرك الحمد لله اليوم لدينا 2600 جمعية بنسبة التزام يمكن تقريبا وصل إلى 80%. هذه الجمعيات هي من يقوم بإيصال هذه التبرعات لمستحقيها، ويوجد الحمد لله لدينا جمعية متخصصة فهي تكون هي المنفذ عندما يتم جمع التبرعات، هي المنفذ لهذه التبرعات لإيصالها للمستحقين. شكرا لكم معالي المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. شكرا لكم على مشاركتكم، أولا شكرا على ما تقدمونه من خلال الوزارة من أعمال خيرية، وشكرا أيضا على هذا التواصل والتكاتف ما بين الوزارة وبين ما تقدمه هذه المنصة. نتمنى التوفيق لمعاليكم ولفريق العمل في قادم الأيام. مشاهدينا الكرام، نواصل معكم هذه التغطية، وسيكون معكم زميلي الأستاذ جبريل أبو دية بعد هذا الفاصل. على الرغم من المهام والمسؤوليات المتعددة لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلا أن العمل الخيري والإنساني جاء في مقدمة اهتماماته على المستويات الداخلية والإقليمية والعالمية، فأخذ على عاتقه مسؤولية تطوير القطاع الخيري غير الربحي برفع كفاءته وزيادة الموثوقية به لتعزيز دوره في منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الحالات الإنسانية في شتى المجالات. رؤية الأمير محمد بن سلمان لمفهوم العمل الخيري غير الربحي تجسدت في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخيرية مسك الخيرية، مرورا ببرنامج سند، أحد المبادرات الخيرية التي تبناها الأمير محمد وتشعبت مجالاتها لتشمل كل قطاع وتغطي كل مجال، وصولا إلى منصة إحسان التي يشرف عليها ولي العهد بشكل مباشر من موقعه كرئيس لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، إذ تعد من ضمن مساعيه الخيرة لدعم العطاء وتطوير مفهوم العمل الخيري في المملكة. هذه المبادرات الخيرية المختلفة تؤكد النهج الدائم لسمو ولي العهد حفظه الله
لتنمية العطاء في المجالات غير الربحية وتعزيز المبادرات المجتمعية وتمكين المواطنين والمواطنات من الوصول إلى القنوات الرسمية التي تضمن وصول خيرهم وإحسانهم وإسهاماتهم إلى مستحقيها، وخلق حراك تنموي فاعل وإسهامات مجتمعية داخل الوطن. رؤية المملكة 2030 جعلت العمل الخيري أحد أهم ركائزها التي تحظى بدعم واهتمام مباشر وكبير من قبل سمو ولي العهد، فقد قدم لأجل ذلك الدعم المالي والمعنوي لتطوير هذا القطاع ليكون العطاء بإحسان ديدن العمل الخيري في هذا الوطن المعط. منصة إحسان هي منصة وطنية لخدمة العمل الخيري، تفتح فضاء جديد لخدمة الخير والبر، وتعمل على استثمار أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، تساعد على تحليل ومعرفة الحالات الأشد احتياجاً لتوجه العطاء لها بشكل مدروس. ولأن العطاء يجب أن يكون سريعاً، تمكن المنصة عبر ميزة التبرع السريع من التبرع خلال ثوان معدودة. ولأن الخير متعدي، توفر المنصة ميزة إهداء التبرعات لتهدي أثراً يبقى وأجراً لا ينقطع. كما طورنا برنامج غراس لمشاركة فرص التبرع، والذي يتيح للمحسنين تسويق فرص الخير عبر روابط ذكية ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي. ويمكن بالعودة إلى الملف الشخصي معرفة حجم التبرعات التي تمت عن طريق الروابط التي تم نشرها. أيضاً اعتنت المنصة بثالث أركان الإسلام، وأفردت له أداة لحساب الزكاة لمختلف الأصناف المالية، ومن ثم يستطيع المستفيد دفع الزكاة مباشرة في مصارفها الشرعية. وما زلنا نعمل دوماً لتطوير المنصة لخدمة كل ما ينفع الخير وأهله. منصة إحسان، العطاء بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم عبر الإخبارية، عبر هذه الحملة الوطنية الخيرية السعودية الخيرية التي تأتي عبر منصة إحسان ومن خلال موقع سدايا. الحقيقة يعني عمل مميز يقوم به الجميع هنا في مبنى سدايا، في استوديوهات سدايا، عبر إطلاق هذه الحملة الوطنية للعمل الخيري تحت يعني إشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة يعني دقيقة ومهتمة من قبل الوزراء الكرام، خاصة في الوزارات التي تمثل اللجنة الإشرافية على منصة إحسان. ونتابع عبر هذه التغطية معا كلمة أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز، التي تضمنت المزيد من الدعم في بذل الخير والعطاء من سموه ومن أبناء المنطقة، وأيضا التأكيد على دور المملكة الخيري والخير. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعيش بلادنا العزيزة تحولا كبيرا في شتى المجالات، وأولت هذه الدولة المباركة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، العمل الخيري والتطوعي الاهتمام وفق رؤية المملكة الطموحة 2030. ونحن نبارك هذه الخطوة من منصة إحسان للعمل الخيري، وسنكون داعمين للمنصة الوطنية للعمل الخيري. من خلال هذا اللقاء أدعو إخواني رجال الأعمال والموسورين من أهالي المنطقة بدعم أعمالها، وأن تشارك الجمعيات الخيرية بالمنطقة ومحافظاتها المختلفة مع هذه المنصة لتخدم أهدافها الخيرية ومما يعود بالنفع على المستفيدين من هذه الجهود الموفقة، متمنيا للجميع التوفيق وتحقيق تطلعات القيادة أعزها الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا هيل عد السيل، هكذا يرحب أهالي الباحة احتفاء بكل من زارهم، حيث يمتد السيل على أديم الأرض، وهذا استبشار بالحياة للمقدم عليهم.
من هنا تتجلى حياة معنوية صادقة مفعمة بالبشر والاستهلال والإكرام والإحسان. وأفضل ما كانت تستبشر به العرب هو السيل، لأنه أغنى غيرهم وتعدى إليهم، وهكذا كان طبع أهلها خيرهم متعد إلى غيرهم، وإحسانهم متعد حدود أرض مناطقهم وأسرهم. فيا أهل السيل المدرار والخير والإيثار، تنافس منصة إحسان ينتظر سيل إحسان. إحسان هي منصة وطنية للعمل الخيري، تعمل على تطوير الحلول التقنية المتقدمة وعلى استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي بهدف تعظيم أثر المشاريع والخدمات الخيرية وغير الربحية، وعلى استدامتها من خلال الشراكات الفاعلة بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي. وصدرت الموافقة الكريمة عليها بناء على الأمر السامي الكريم، وتعمل تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا وعدد من الجهات الرسمية الأخرى، وتتكامل منصة إحسان مع جميع الجهات والمنصات الرسمية الخيرية لمساعدة المتبرع وإطلاعه على مختلف مجالات التبرع المتاحة في السعودية وفي خارج السعودية. ينضم إلي الآن دكتور عبد الله الكبير، المشرف العام على مؤسسة عبد الله العثيم التجارية. دكتور عبد الله، أهلا بك معنا، وبدون شك احنا سعداء بعملية المشاركة من قبل مؤسساتكم التجارية في هذا العمل الخيري عبر منصة إحسان. أهلا وسهلا بكم. لا شك الحملة الوطنية يعني تفضل. لا شك مثل هذه الحملة الوطنية الكبرى هي مبادرة كبيرة في هذا الوقت المهم. هو موسم عمل خير بلا شك، ودعم لقطاع خيري أساسي في المملكة العربية السعودية. جهود خادم الحرمين الشريفين رحمه الله سمو ولي العهد دائما في قيادة التنمية في المملكة، ومن ذلك لا شك أعمال الخير. مؤسسة عبد الله العثيم وأولاد الخيرية تقوم بجهدها في دعم هذه الجهود في العمل الخيري، ومن ذلك المساهمة في هذه الحملة الوطنية، وهي حقيقة جهد دائم ومستمر، وهو الجهد المتوقع والمأمول من كافة المؤسسات الخيرية في مثل هذه المناسبات. طيب دكتور أحمد، يعني كما يشير مسؤولو إحسان وسدايا إلى أنه أهمية فكرة وجود منصة مثل منصة إحسان، إنما هي تتيح فرصة للكثير من محبي الخير، وأنت تشرف على مؤسسة خيرة لأبناء الشيخ عبد الله العثيم وأولاده الخيرية، تحتاجون إلى من يقدم لكم فرصة لتقديم هذا العمل الخيري عبر موثوقية وعبر شفافية واضحة، وتعرفون أين تذهب أموالكم ولمن تذهب. بلا شك تماما، هو ما يعني حدث عبر هذه المنصة، منصة إحسان، أنها اختزلت الكثير من الجهود بحيث يتمكن المتبرعين جميعهم صغارا وكبارا، حتى المؤسسات الخيرية الكبرى، المؤسسات المانحة، مؤسسة العثيم الخيرية وجميع المؤسسات الأخرى، تجد في هذه المنصة أولا السرعة، بحيث أنه لا يستطيع يعني يوفر وقت جهد كبير في موضوع التحقق من المشروعات الخيرية والبرامج التي يتم التبرع لها. أيضا هذه المنصة يتم الإشراف عليها من قبل العديد من الوزارات والجهات المعنية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العدل، جميع الجهات ذات العلاقة، وزارة الشؤون البلدية والقرية والإسكان، وزارة الصحة، مما يعني أن المتبرع عندما يدعم أحد المشروعات سيكون مطمئن بإذن الله بأن هذه الجهات قامت بدورها في الحوكمة، في التدقيق، وبالتالي بلا شك هي تختصر الكثير من الجهود. هي إضافة حقيقة أخي الكريم، هي إضافة للجهود التي نحتاجها ويحتاجها القطاع الخيري. نحن نعلم القطاع الخيري يتطلب منا الكثير، ولدينا الكثير من واجبات تجاهه لنقوم بدورنا في خدمة هذا الوطن. وأعتقد أن هذه المنصة أتت في وقت مهم جدا، باستخدام التقنيات الحديثة، باستخدام تقنيات البيانات، وباستخدام
المنصة مثل هذه المنصة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي قدمت لنا حقيقة جهدا كبيرا واختزل الكثير من الجهود السابقة، وأظنه سيقدم إضافة وسيغطي أيضا بحول الله بعض العجز الذي حدث نتيجة يعني ظروف السابقة من ظروف كورونا وتأثيراتها على العمل الخيري. الله يعطيكم الصحة والعافية دكتور أحمد الكبير المشرف العام على مؤسسة الشيخ عبد الله العثيم وأولاده الخيرية، شكرا لكم لكل من كان حاضرا الليلة من رجال الأعمال أو من ممثلي رجال الأعمال ومؤسساتهم الخيرية، من المؤسسات الكريمة السعودية التي كانت حاضرة، من الناس الخيرين الذين تبرعوا بملايين ولم يريدوا أن يعلنوا عن أنفسهم بل اكتفوا بفعل خير. هكذا هو الإنسان السعودي دائما خيرا فيما يهدف وفي ما يفعل إن شاء الله. شكرا للدكتور أحمد الكبير المشرف على مؤسسة عبد الله العثيم أولاده الخيرية. وأريد أن أؤكد أن دين الإسلام الدين الوسطي الحنيف الكريم علمنا عبر كتاب مشرعه عبر القرآن الكريم الذي يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إذن في ثقافتنا الدينية في تربيتنا يبدو أننا علمنا وربينا ودربنا عبر هذه الدربة الدينية الإسلامية على عملية البذل والعطاء وتقديم الخير والذهاب إلى أي مكان بحثا عن الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ينضم إلي عبر الهاتف أيضا من الرياض مدير الاتصال المؤسسي بمصرف الراجحي الأستاذ محمد اليامي. أستاذ محمد أهلا بك. يعني اليوم بيت الراجحي واسم الراجحي يتقدم على كل الأسماء من أجل كل الأسماء التجارية ورجال الأعمال والخيرين في هذا البلد عبر تنافس أبناء الراجحي وأبناء عائلة الراجحي في تقديم مساهماتهم عبر هذه الحملة. أنتم في هذا المصرف كنتم أيضا لكم الحضور، يعني حدثنا عن أهمية منصة إحسان. مساك الله بالخير، امسي عليك استاذ جبريل والمشاهدين الكرام وكل عام وانتم بخير. نحن طبعا كجزء من هذا الوطن ودعما لهذه الحمله الوطنيه لدعم العمل الخيري عبر منصه احسان واقتداء بولاة امرنا، اول شيء نعلن تشرفنا بتبرع، يشرفني انا شخصيا ان اعلن نيابه عن مجلس اداره مصرف الراجحي تبرع المصرف مبلغ 7 ملايين ريال لدعم هذه الحمله، وما تفضلتم به عن دعم أسرة الراجحي وأوقافهم فنقول جزاهم الله خيرا. المنصة إحسان في الحقيقة يعني عمل خيري يعني كبير وجميل، هي تحقق ديمومة الإحسان وإتقانه في المقام الأول، وهي تحقق تعظيم الاستفادة من عطاء المحسنين عبر الحوكمة والاستدامة، وهذان عاملان مهمان في العمل الخيري وفي المسؤولية الاجتماعية. الاستدامة هي جزء من او هي جزء اساس من استراتيجيتنا في مصرف الراجحي عند يعني تنفيذ مشاريع المسؤوليه الاجتماعيه والتبرع للمنصات. خادم الحرمين الشريفين جزاه الله خير الجزاء ولي عهد الامين الذي يقود هذا التسخير التقني لخدمه الانسانيه، هذه المنصه الرابعه او الخامسه في السنتين الاخيره. نتذكر منصه جود الاسكان شرفنا بالتبرع لها، نتذكر المنصات الاخرى. المملكة العربية السعودية اليوم بفضل هذه الجهود في المرتبة 50 في تقرير العطاء العالمي الصادر مؤسسة المعونة الخيرية كما أوردت سدايا في بيان افتتاح منصة إحسان. فالحقيقة أنه هذا يعني جهد كبير، وهذه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أتاحت يعني تسخير التقنية لخدمة الإنسانية وتعظيم جودة الحياة خاصة للفئات الأكثر احتياجا. هذه الطمأنينة التي نشعر بها اليوم نحن كمؤسسات مالية وكبنوك عند التبرع في مستوى إتقان العمل عبر هذه المنصة
يجعل يعني يجعل هذا حافز كبير لنا ان احنا دائما نواصل التبرع ونواصل المشاركه في الجهود المجتمعيه، ونسال الله القبول من الجميع. اخوي محمد الله يعطيكم الصحه والعافيه، ونقدم شكرنا عبر هذه الحملة الوطنية عبر منصة إحسان لكم ولمصرفكم الذي قدم تبرعا سخيا ب7 ملايين. شكرا لمجلس الإدارة الذي ارتعى أن يكون حاضرا في مثل هذا العمل، وهو دائما مصرف الراجحي حاضر في كل الجهود والمناشط التي تقدمها الدولة عبر مؤسساتها المختلفة، والآن الراجحي حاضر، وكما قلت قبل قليل بأن عائلة الراجحي اليوم حاضرة معنا في هذا التبرع. شكرا للأستاذ محمد اليامي المشرف العام على الاتصال المؤسسي في مصرف الراجحي. فقط أذكر بالرقم الذي وصلنا إليه عند الساعة تقريبا 12:10 تقريبا الآن في منتصف الليل، وصلنا إلى 206,148,007 ريالات، وأنا أعتقد أن هناك لم تضاف بعض الأرقام التي وصلت. نحن مقدمون على خير، ولذا نذهب سوية عبر هذه التغطية لمتابعة الكلمة الطيبة حول الدعم والتراحم ودعوة أبناء حائل لتقديم الدعم والمساهمة في هذه الحملة الوطنية من قبل أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز. أتقدم بأسمى آيات الشكر لهذه القيادة العظيمة، قيادة سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على ما يولونه من خطوات عظيمة، ومن أهمها مرتكزات وتفعيل الدور الخيري المجتمعي وهم في قمة الإحسان. وكما أشكر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا على ما يقومون به من عمل جليل له الأثر المجتمعي الطيب، وله الأثر الفاعل في بناء المجتمعات. إحسان منصة وطنية للعمل الخيري تعمل على تعظيم الفائدة واستدامتها من خلال إنشاء الشراكة الفاعلة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وكذلك رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل على تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية وتعزيز قيم العمل الإنساني في مجتمع بنيت تفاعلاته على ثوابت عظيمة وأصيلة مستمدة من هذا الدين والثقافة. فنقول لهذه المنصة ما قال الله تعالى: ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يا بعد حي، عندما تزور مدينة حائل لن تغيب عن ذهنك هذه العبارة، وعند تعاملك مع أهل تلك المنطقة ستجد هذه الكلمات ثابتة في تعاملاتهم اليومية، إذ تجسد صدق محبة قائلها ومودته لمن هو أمامه، وقد يقول: يا بعد حي يوميتي، وهو بذلك يبلغ الذروة في محبته ومعزته لمن يخاطبه فيقدمه على أحيائه وأمواته. ولأنكم أهل حائل أهل الكرم والإحسان، وبإرثكم الغزير الذي سطره التاريخ أصبحت فرص الخير تنتظركم عبر منصة إحسان،
لتنالوا الخير والأجر وتتنافسوا فيه خلال هذا الشهر الفضيل. أهلا بكم. دون شك كثير من المؤسسات السعودية المختلفة سواء التجارية والربحية أو غير الربحية كعادتها، كعادة أصحابها، كعادة رؤساء مجالس الإدارة وأعضاء مجالس الإدارة، يصرون على أن يكون لهم هناك حضور عبر هذه الأعمال الخيرية. الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي المهندس سلمان البدران معي على الهاتف. أستاذ سلمان أهلا بك. يعني موبايلي، اس تي سي، زين، كلها شركات تحظى بدور مهم جدا وطنيا وتقنيا لكي تساهم في هذه النقلة النوعية التي تعيشها المملكة في تقديم يعني رؤى وتصورات واستراتيجيات مستقبلية تقنية، وليكن نموذج منصة إحسان والدور الذي تلعبه سدايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر لكم إتاحة الفرصة لي بالتحدث في هذا الحدث المهم وهو إطلاق منصة إحسان. ولا يفوتني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر والامتنان لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده حفظهم الله على حرصهم على دعم القطاع الغير ربحي الخيري، والتي انطلقت من رؤية المملكة 2030 من خلال رفع مساهمة القطاع غير الربحي للوصول إلى وطن طموح ومواطن مسؤول. بالتأكيد شركة موبايلي تسعى إلى المساهمة في المبادرات الخيرية للقطاع غير الربحي كجزء من دورها في المسؤولية الاجتماعية. أنتم تبع سدايا؟ أكرمكم الله يا أخي على ضيافتكم. مهندس سلمان أنا آسف، يعني فعلا مشاركتك مهمة جدا ونحن نسمع هذه المشاركة، تفضل. طبعا احنا كأحد الشركات الوطنية السعودية ونظرا لمعرفة موبايلي بأهمية الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان التي تشارك فيها جميع من كافة مناطق المملكة، والتي تبدأ اليوم، فقد قامت موبايلي بالمساهمة ودعم هذه الحملة. طبعا دورنا في شركة موبايلي وهو دور مهم في التكامل بين التقنية والعمل الخيري، طبعا وهذا الدور التكاملي الذي تقوم به اليوم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي سدايا في استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشاريع والخدمات التنموية واستدامتها، والتي نرى مثال اليوم هذا المثال وهو منصة إحسان. طبعا نسعد احنا في موبايلي ونفخر بكوننا ممكن رقمي بمساهمتنا في هذا البرامج والمبادرات مع سدايا، وكانت لنا مساهمات كذلك في تطبيقات مثل توكلنا، واليوم إحسان أحد هذه التطبيقات. طيب مهندس سلمان، ما مدى تبرعكم؟ ما دام مساهمتكم من المهم جدا، أنتم كإحدى الشركات الرئيسة في العمل المؤسسات الاتصال، أن تكونوا حاضرين يعني عبر المساهمة في كل هذه الجهود الخيرة. نعم، طبعا موبايلي قامت موبايلي بالتبرع بمبلغ 1,000,000 ريال سعودي كجزء من مساهمتها في هذه الحملة، وكذلك موبايلي ساهمت في تمكين التحول الرقمي وللوصول لهذه التطبيقات، وكذلك من خلال مساهمتها كذلك في الشورت كود للوصول إلى لهذه التطبيقات.
الله يعطيكم الصحة والعافية، شكرا جزيلا إذن للرئيس التنفيذي لشركة موبايلي المهندس سلمان البدران الذي كان يتحدث عن أهمية الخطوات المستقبلية القادمة للتقنيات الحديثة في المملكة في كل شيء، وبالتحديد أيضا اليوم نحن نتحدث عن منصة إحسان وعن هذا العمل التقني الذي سيساهم في تسريع قدرة المواطنين في تقديم تبرعاتهم ودور مؤسسات الاتصالات المختلفة. في هذه التغطية نواصل معكم أينما تكونوا عبر شاشات الإخبارية القناة السعودية وعبر الإذاعات السعودية هذه الحملة الوطنية للعمل الخيري، ونذهب إلى كلمة ضافية التي تحدث فيها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز عن أهمية التعاضد، التقارب، العمل الإنساني الخيري، إحساس الناس ببعضهم عبر تقديم العديد من مساعداتهم المختلفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أتقدم بصادق التهنئة لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم بحلول شهر رمضان المبارك، كما أبارك لوطننا المعطاء هذا الإنجاز اللامستغرب تحت توجيه مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله، والمتمثل في إطلاق منصة إحسان، هذه المنصة الوطنية للعمل الخيري التي نتطلع أن تكون منصة جامعة لكل أوجه الخير والبذل. ونحن في وطن لطالما كان للكرم فيه قيمة عالية والتعاون على الخير وإعانة المحتاج مبدأ ساميا لم ولن نحيد عنه، وأنني أدعو أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء بالمساهمة والمشاركة والعمل من خلالها، كما أوصي كافة الجهات الخيرية والجمعيات بالانضمام إلى المنصة، كما أدعوها إلى استثمارها لما تحققه من شفافية وموثوقية عالية تضمن السهولة والمرونة للمتبرعين من أهل الخير بما يحقق أهداف إحسان في وطن الخير والإحسان. عادني صدق المشاعر في عسير، في شموخ جبالها ورجالها، عسير حيث السحاب والمطر والضباب والندى والجبال الراسية التي لم تهتز أركانها. سيصعب عليك وصف هذا المنظر الجميل، ولأنه لا عسير في عسير، حيث يذلل كل شيء للمحتاجين بكرم وطيب وإحسان أهلها. يا أهل عسير، حبكم للخير يجعلنا نعرف مدى اهتمامكم بكل ما فيه إحسان للمجتمع، فعبر منصة إحسان يمكنكم أن تتنافسوا في الخير وتنالوا الأجر والثواب في هذا الشهر الفضيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، ممن تريد أن تكون، من الممسكين أم من المعطين؟ خاصة إن كنت ممن قد من الله عليك بمال وجاه وقدر وقدرة، فلا تنسى إخوانك، أنفقوا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه ويقول: تصدقوا، وكان يذهب إلى النساء ويقول: تصدقن. فهناك دعوة واضحة منه صلى الله عليه وسلم. الآن ينضم إلينا عبر مداخلة هاتفية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة. مهندس عبد الله، مرحبا بك، كيف تدعم وزارتكم هذا العمل الخيري من خلال منصة إحسان، وما هو الدور الذي يمكن أن تجده إحسان لدى المواطنين في تقديم العمل التطوعي والخيري؟
بداية كل عام وانتم بخير، شهر مبارك علينا وعليكم على السادة المستمعين، وأدعي أن من أجمل اللحظات لنا جميعا في خدمة هذا الوطن المعطاء هو تقديم الغالي والنفيس للعطاء في شهر الخير، متمثلا بالعطاء بإحسان في منصة إحسان. وكن على ثقة بدعم وتوجيه من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الكل اليوم يعمل بكل تفاني وإخلاص، سواء في القطاع الخاص أو العام أو غير الربحي، وكفريق واحد لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في العطاء والعمل الخيري. والزملاء والزميلات بقيادة معالي الدكتور عبد الله شرف أخي الكريم يعملون بكل إخلاص وتفاني في بناء منصة إحسان بأفضل ممارسات البيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق الشفافية والكفاءة. وزملائكم في منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات أيضا يعملون بكل إخلاص وتفاني حتى يكون هناك وصول آمن وموثوق ومجاني من خلال شبكات الإنترنت المرخصة أو الرسائل النصية لربط المحسنين بمستحق الإحسان في شهر الإحسان. وبشكل عام هذا هو التكامل بين منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات ومنظومة سدايا، ولكن وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، فيجب أن أسلط الضوء على أكبر المحسنين في هذه الحملة. فكل الشكر لكل شركات الاتصالات على ما قدموه من تبرعات أو دعم لهذه المنصة ووصول مجاني وميسر، ولكن أخص بالذكر لأن هذا شهر الإحسان ويجب أن نقول من لمن أحسن أحسنت، أخص بالذكر شركة الاتصالات السعودية، حيث أنها قدمت أكبر مبلغ وسوف يتم إعلان عنه اليوم في هذه الحملة المباركة، وبحول الله تحفيز لكل الشركات بأن يتنافسوا في عمل الخير. وأيضا قدموا خدمات تفوق 15 مليون ريال من ناحية الدعم الفني والرقمي والتقني لهذه المنصة المباركة. فاليوم أخي الكريم كن على ثقة، نحن جميعا فريق واحد، فريق مولاي وسمو سيدي في العطاء وعمل الخير في شهر الخير. شكرا جزيلا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحب. قبل أن أودعكم وأترك المجال لزميلي عادل أبو حميد كي يواصل ما تبقى من هذه السهرة الخيرية في ليلة خيرة في جمعة مباركة في شهر مبارك، نذهب سوية لنستمع إلى الكلمة الطيبة الضافية من الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة عن أهمية الإحسان والجود في شهر الإحسان، وعن مدى الدور الإيجابي للمواطنين في منطقة المدينة المنورة لدعم مثل هذه الجهود الخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الأخوة الأعزاء، بداية أبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك، شهر العطاء والرحمة والإحسان، وكل عام وأنتم بخير. في هذه الليالي الفضيلة من الشهر الكريم أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله لاهتمامهما وحرصهما الدائمين على دعم العمل الخيري والإنساني، حيث تشرع المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان نافذة ووسيلة للخير والمساعدة على درجة عالية من الموثوقية وبإشراف رسمي عبر العديد من الجهات الحكومية لتسهيل عمل الخير للجميع والتيسير على الباحثين عن فرص العطاء والمساعدة طمعا فيما عند الله تعالى من الأجر والمثوبة. فقد بذلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا جهدا كبيرا يسهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية وتنظيم العمل الخيري والإنساني وتعزيز قيمه وخدمة للخير والبذل والعطاء بحلول رقمية عصرية مسخرة التقنية في خدمة الخير والإحسان. الأخوة الأعزاء، أجدها فرصة عظيمة لنحث بعضنا البعض على المساهمة والتعاون في مجالات الخير، وخاصة في شهر الخير والرحمات، ونقدم المساهمات والمساعدة لكل مستحق ومحتاج عبر قنوات رسمية آمنة تتيح للمتبرع العديد من الخيارات والمجالات
عبر منصة إحسان ليصل التبرع بطريقة آمنة لا لبس فيها بعون الله تعالى. ختاما أسأل الله تعالى أن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره، وأن يحفظ لنا قيادتنا الحكيمة التي يسرت للجميع سبل الخير وبادرت إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطيبة حيث يضم الثرى رسول السلام لكل الورى. المدينة المنورة موطن الخير وتاريخ عريق يفوح منه عبق النبوة والرسالة. دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فقال: اللهم بارك لنا في مدينتنا. وللمدينة مواقف تسجل في تاريخ البشرية في التآخي والوقوف بجانب الإخوة في الدين. فقد خرج المهاجرون من مكة المكرمة تاركين خلفهم معظم أموالهم وممتلكاتهم ليصلوا إلى أرض جديدة وواقع مختلف. فكان أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد بناء المسجد هو تشريع نظام المؤاخاة الذي يقوم على أساس العقيدة وتوثيق مشاعر الحب والمودة والنصرة والحماية والوقوف بالمال والزاد. فرسم ذلك واقعاً في التآخي والتراحم بين أفراد المجتمع يضرب به المثل حتى قيام الساعة. وأضحت المدينة المنورة النور الذي يشع خيراً وسلاماً وإخاء، وأصبح بإمكان أهلها عبر منصة إحسان أن يتلمسوا حاجات المجتمع وأن يقدموا إحسانهم ويتنافسوا في أبواب الخير ليحصلوا بإذن الله على الأجر العظيم في شهر الخير. مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام، نواصل معكم هذه التغطية للحملة الوطنية للعمل الخيري من خلال منصة إحسان كما تتابعون على الشاشة. وصول التبرعات إلى 231,756,664 ريال ولله الحمد، وأيضا متأكدين أن هذا الرقم سيظل في تصاعد. نؤكد أيضا على استمرارية هذه الحملة طوال هذا الشهر الكريم. مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الحدود الشمالية، نستمع إلى تعليق سريع من سمو أميرها يتلب، ثم يلي ذلك مقطعا مرئيا عن البذل والعطاء في منطقة الحدود الشمالية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد قدم ملوك المملكة العربية السعودية منذ التأسيس على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه إلى يومنا هذا في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله وولي عهده الأمين حفظه الله، ومن منطلق الثوابت الشرعية التي قامت عليها المملكة نموذجا من العطاء ومديد العون للمحتاجين سواء داخل المملكة أو خارجها. وتأتي اليوم منصة إحسان التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، مشكورة ضمن مساعيها الرامية لدعم العطاء الخيري في المملكة بحلول تقنية متقدمة وآمنة لتعزيز مكانة ودور العمل الخيري في دعم الجهود الحكومية في هذا المجال بمشاركة أبناء المجتمع السعودي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. ولما لهذه المنصة من أهداف سامية ودور كبير في حماية المتبرعين وحفظ حقوق المستفيدين، فإنه يسرني أن أدعو جميع المواطنين والمقيمين والجمعيات الخيرية بمنطقة الحدود الشمالية للمشاركة والمساهمة بالتبرع من خلال هذه المنصة لكافة أوجه الأعمال الخيرية، لا سيما ونحن في شهر العطاء والخير والإنفاق شهر رمضان المبارك. سائلا الله التوفيق والسداد للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله. في ربيع كل يوم في مكان، وتحر القيض يجلبهم علي. قدوم الربيع يعني قدوم الزائرين، وهو ما تغنى به الشعراء، فذلك ما يتيح لهم إظهار كرمهم كما تظهره أرضه.
إحسان مرتبط بجذور الأرض الربيعية، فهي حلقة الوصل للعطاء الممتد من الأرض الخضراء التي ذاق ثمار عطائها أهل الأرض ومن حولها. ومتكأ المسافرين قديماً حيث قرية لينا، أحد أقدم مستوطنات الجزيرة العربية القديمة، أرض المياه العذبة التي سقت كل من زارها في الربيع الذي تغنى به أهلها. ربيع الأرض تطبعت به نفوس أهل الحدود الشمالية وأيديهم التي لطالما مدت بإحسان. وفي الخير والإحسان تنافس ينتظر اكتمال ما بدأه الأجداد بعذب إحسانكم عبر منصة إحسان. حياكم الله، يا أهلا وسهلا من جديد. حقيقة هذه الحملة التي تتابعونها الآن ونقدمها لكم على الهواء مباشرة والتي ستستمر إلى الساعة 3 صباحا، يعني جاءت لي تؤكد يعني الريادة التي تحصل عليها المملكة العربية السعودية في القطاع الخيري وغير الربحي عالميا، أيضا رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي، كذلك يعني تمكين القطاع الخيري وغير الربحي في المملكة والرفع من كفاءته. على أي حال مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم إلى الجوف للاستماع إلى كلمة أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز إلى الجوف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أولت حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي عهدي الأمين يحفظهم الله الاهتمام كبير بالعمل الخيري والإنساني، ويأتي تجسين المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا ضمن المساعي الرامية لدعم القطاع الخيري في المملكة ورفع مساهمة القطاع غير الربحي والحفاظ على جهود المتبرعين وأصحاب الخير. وبهذه المناسبة أدعو الجميع إلى التبرع عبر هذه المنصة الحكومية والمساهمة في دعم الحالات الإنسانية التي تعلن عنها الجمعيات الخيرية في مناطق المملكة كافة، والاستثمار في المنصة للمساهمة في العمل الخيري خاصة في هذا الشهر الفضيل. داعنا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يعيننا على بذل الخير والعطاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سقى الله بلاد الجوف من وابل مدرار. التاريخ العريق وأرض الزيتون والتنوع البيئي واعتدال المناخ والأرض الخصبة وحلوة الجوف سلة غذاء المملكة وإحدى ركائز الأمن الغذائي فيها. ولأن الإحسان الذي تقدمه المنطقة هو جزء من إحسان أهلها وكرمهم وروحهم المحبة للخير، أصبحت فرص الخير أقرب إليكم عبر منصة إحسان لتتنافسوا وتستثمروا في فعل الخير الذي أنتم أهله. أهلا بكم من جديد، شكرا لأمير منطقة الجوف وشكرا أيضا لأهالي هذه المنطقة. حقيقة مشاهدينا الكرام، كما ذكرنا لكم أثناء هذه التغطية المباشرة التي تتابعونها عن العديد من الميزات التي تتمتع بها منصة إحسان على سبيل المثال، وهي يعني تعتبر من ضمن الميزات أو إضافة للميزات التي ذكرناها، ميزة التبرع السريع من خلال منصة إحسان. التبرع السريع هو تبرع مباشر يتم خلال أقل من 10 ثواني دون الحاجة إلى التسجيل في المنصة أو حتى تعبئة أي بيانات إضافية. يذهب هذا التبرع مباشرة إلى الحالات الأشد احتياجا. نؤكد دائما أن هذه العملية الخيرية تتم بكل سلاسة وأيضا بكل جودة وإتقان وموثوقية. ننتقل إلى نجران ونستمع إلى كلمة سمو أميرها. يبدو أن التقرير لم يجهز بعد. أكمل لكم بعض المزايا التي يتضمنها يعني أو تتضمنها منصة إحسان. برنامج غراس طبعا يهدف إلى تحفيز الناس على نشر ثقافة التبرع عبر إنشاء حساب في المنصة، مشاركة روابط
فرص التبرع في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ليتم احتساب النقاط للمستخدم عن كل شخص قام بالتبرع عبر هذه الروابط. برنامج غراس باختصار هو تحفيز الآخر للآخر من أجل التبرع. الزملاء يبلغوني أنه كلمة سمو أمير نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بمساعد جاهزة. ننتقل وإياكم إلى نجران للاستماع إلى كلمة سموه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسم أهالي منطقة نجران وباسمي أرفع عظيم الشكر والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ولسمو العهد الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على كريم الأوامر والتوجيهات وسخاء الرعاية والعناية لنشر الخير والعمل على ترسيخ مجتمع حيوي متين البنيان يستند على قيم الإسلام والانتماء للوطن والاعزاز بالثقافة الإسلامية بلوغا إلى أهداف رؤية المملكة 2030. واليوم ونحن نشهد انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري إحسان يتجلى أمامنا شاهد من شواهد التلاحم في وطننا وسمة يتميز بها المجتمع السعودي. وهنا في منطقة نجران كلنا ثقة بتفاعل الأهالي في هذه الحملة المباركة بالإقدام بالمشاركة والتنافس على البر والتسابق على فعل الخيرات. أشكر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على صناعة تطير هذه الحملة بما حق الدقة والشفافية والوضوح. سائل الله أن يكتب هذه الأعمال الجليلة في موازين حسنات القائمين عليها ويوفقنا جميعا لعمل الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعد نجران مهدا مهما للحضارة والثقافة، وبحقولها الخضراء ونخيلها الباسقة أصبحت منبع الزراعة والمحاصيل والخير والكرم والإحسان، وهي التاريخ الذي يمتد لعقود طويلة من الزمن بما تحتضنه من معالم أثرية غنية، ولأهلها تاريخ زاخر بالوفاء والوطنية والكرم والإحسان في ميادين الخير والعطاء. واليوم يا أهل نجران أصبحت فرص التبرع أقرب إليكم عبر منصة إحسان، فأنتم أهل الخير والحالات المحتاجة تنتظر سعيكم الدائم في ميادين الخير والعطاء. حياكم الله يا أهلا وسهلا من جديد، ونقول الآن أسعد الله صباحكم بكل خير. أذكر كما تشاهدون مشاهدين الكرام وصول مبالغ التبرع ولله الحمد والفضل 238 مليون و 13,349 ريال، نحمد الله ونشكره. كما أود التنويه عن تبرع سمو وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، تبرع بمبلغ 5 ملايين ريال عن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله، وعن الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز ابن مساعد. شكرا سمو وزير الداخلية على هذا التبرع وعلى هذا العطاء وهذا السخاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصالح العمل والبذل والعطاء الذي قدم للمستحقين في هذا البلد الكريم. مشاهدينا الكرام، نواصل التغطية ونبقى مع هذا الفاصل ثم نعود إليكم. ارتبط اسم الملك سلمان بالعمل الخيري، سواء كان هذا الخير موجها إلى أبناء هذا الوطن المعطاء أو إلى من تقوم المملكة بمد يد العون لهم ومساعدتهم من أشقائها المسلمين أو العرب، إضافة إلى الدعم المستمر الذي تقدمه هذه البلاد إلى الدول المنكوبة أو المحتاجة في شتى بقاع الأرض. مساعي المملكة الخيرة التي قدمتها وتقدمها للإنسانية تركت بصمة جلية أسهمت في توفير حياة كريمة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، علاوة على دورها المحوري عالمياً في التعاون مع دول العالم كافة من أجل أن يعم الخير والسلام ويدوم العطاء ويصل إلى المحتاجين. خصال الخير النبيلة التي اتسمت بها شخصية الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله كانت ولا تزال أنموذجاً يقتدى به، حيث تولى رعاه الله شخصياً
رئاسة العديد من الجمعيات الخيرية، وقاد بنفسه مهام اللجان والأعمال الإنسانية، وأشرف على التأسيس لكثير من المشاريع الخيرية التي لا يزال أبناء هذا الوطن ينعمون بخيرها وعطائها حتى هذا اليوم. سلمان الخير والكرم والإنسانية، ذو اليد الممدودة بالعطاء والأعمال الخيرية والإحسان. ميزة التبرع السريع في منصة إحسان، تستطيع التبرع في ثواني معدودة وبدون التسجيل في المنصة. اتبع الطريقة التالية للتبرع السريع: قم بزيارة المنصة واضغط على أيقونة التبرع السريع، ثم اختر المجال المراد التبرع له. بعد ذلك قم بتحديد مبلغ التبرع واختر طريقة الدفع المناسبة لك، مثل أبل باي أو أي من طرق الدفع الأخرى. ستظهر لك رسالة اكتمال التبرع بنجاح، وتقبل الله عطاءكم. فكرت بهدية لا يفنى أثرها؟ منصة إحسان تتيح لك ذلك عبر ميزة إهداء التبرعات عبر الطريقة التالية: اختر فرصة التبرع المناسبة، حدد التبرع كهدية، قم بإدخال اسم المرسل واسم المهدى إليه ورقم جواله، ثم استكمل عملية التبرع لتشاركه الأجر والمثوبة. تهادوا تحابوا مع منصة إحسان. لقد حققت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بقيادة رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله العديد من الإنجازات تطبيقاً لتوجيهات سموه الكريم، واستناداً لمتابعته الدائمة التي كان لها بالغ الأثر فيما حققته الهيئة، مستلهمين من سموه الكريم الإصرار والعزيمة والطموح الذي يعانق عنان السماء. واليوم في ظل مساعي حكومتنا الرشيدة في تمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره ورفع مستوى الموثوقية والشفافية في العمل الخيري، أطلقت سدايا بإشراف سمو ولي العهد منصة إحسان لدعم العمل الخيري في المملكة بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية المختلفة، إذ تخدم إحسان حتى هذه اللحظة أكثر من 100 جهة حكومية وخيرية وأكثر من 100,000 إنسان. لأن الدال على الخير كفاعلة، وفرنا في منصة إحسان برنامج غراس الذي يمكنك من مشاركة روابط التبرعات ومتابعة عدد الأشخاص الذين تبرعوا من خلالك، وذلك عبر الطريقة التالية: سجل دخولك، اختر الفرصة التي تريد مشاركتها، شارك الرابط، ومن خلال ملفك الشخصي ستجد تقريرا مفصلا بالتبرعات التي تمت عن طريق الروابط التي قمت بنشرها. وكلما ساهم المتبرعون عن طريقك أكثر، كلما جنيت نقاطا أكثر، وما عند الله خير وأبقى. على الرغم من المهام والمسؤوليات المتعددة لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلا أن العمل الخيري والإنساني جاء في مقدمة اهتماماته على المستويات الداخلية والإقليمية والعالمية، فأخذ على عاتقه مسؤولية تطوير القطاع الخيري غير الربحي برفع كفاءته وزيادة الموثوقية به لتعزيز دوره في منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الحالات الإنسانية في شتى المجالات. رؤية الأمير محمد بن سلمان لمفهوم العمل الخيري غير الربحي تجسدت في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخيرية مسك الخيرية، مروراً ببرنامج سند أحد المبادرات الخيرية التي تبناها الأمير محمد، وتشعبت مجالاتها لتشمل كل قطاع وتغطي كل مجال، وصولاً إلى منصة إحسان التي يشرف عليها ولي العهد بشكل مباشر من موقعه كرئيس لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، إذ تعد من ضمن مساعيه الخيرة لدعم العطاء وتطوير مفهوم العمل الخيري في المملكة. هذه المبادرات الخيرية المختلفة تؤكد النهج الدائم لسمو ولي العهد حفظه الله
لتنمية العطاء في المجالات غير الربحية وتعزيز المبادرات المجتمعية وتمكين المواطنين والمواطنات من الوصول إلى القنوات الرسمية التي تضمن وصول خيرهم وإحسانهم وإسهاماتهم إلى مستحقيها، وخلق حراك تنموي فاعل وإسهامات مجتمعية داخل الوطن. رؤية المملكة 2030 جعلت العمل الخيري أحد أهم ركائزها التي تحظى بدعم واهتمام مباشر وكبير من قبل سمو ولي العهد، فقد قدم لأجل ذلك الدعم المالي والمعنوي لتطوير هذا القطاع ليكون العطاء بإحسان ديدن العمل الخيري في هذا الوطن المعطاء. حياكم الله، أهلا وسهلا من جديد بكم مشاهدين الكرام إلى هذه التغطية المباشرة للحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة العربية السعودية. وأجدد التنويه بما تبرع به سمو وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، حيث تبرع بخمسة ملايين ريال عن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، وكذلك الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد. نشكر مرة أخرى سمو وزير الداخلية على تبرعه وعلى بذله وعطائه ومشاركتنا هذه الحملة. كذلك ننوه بالتبرع الذي وصل إلى مليون ريال أو وصل مليون ريال من الأستاذ عمران بن محمد العمران. مشاهدينا الكرام، نحن على ختام هذه التغطية التي كنا معكم فيها مباشرة من قناة الإخبارية ثم البث المشترك مع القناة السعودية. نختم هذا المشهد الرائع والتلاحمي، مشهد العطاء، مشهد التجاسد والتكاتف في هذا البلد الكريم، بالتحدث واستضافة معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي. حياكم الله يا دكتور، وحقيقة يعني احنا هنا يعني من وقت مبكر ونشاهد يعني ما شاء الله متابعتكم وحرصكم ووقوفكم بشكل مباشر على هذه الحملة، 4 ساعات على الهواء أو أكثر من العمل الخيري. الكلمة لمعاليكم في هذه اللحظات الكريمة والمباركة، والتبرع وصل إلى 245,341,098 ريال، تفضل معاليكم. ما شاء الله. في البداية أتوجه بالشكر الجزيل لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد الأمين على تبرعهما السخي لمنصة أو عن طريق منصة إحسان في جميع أوجه الخير التي تحتويها هذه المنصة. أسأل الله العلي القدير أن يجزيهما خير الجزاء ويضاعف لهما المثوبة والأجر. وهذا التبرع إنما يدل على الاهتمام الكبير لمولاي وسمو سيدي في مجال العمل الخيري ومتابعته والحرص على تطويره كما ذكرنا باستخدام أفضل النظم وآخر التقنيات التي تزيد وترفع الشفافية والموثوقية والأمان لهذا العمل الخير. كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر لأصحاب السمو أمراء المناطق على مشاركتهم الفاعلة وحثهم المواطنين والمقيمين في مناطقهم، مما كان له الأثر الكبير على زيادة مبلغ التبرع. أيضا أتوجه بالشكر الجزيل لأصحاب المعالي الوزراء الذين شاركوا في هذه الحملة، وأيضا أعضاء اللجنة الإشرافية من أصحاب المعالي اللجنة الإشرافية لمنصة إحسان، وأيضا رئيس اللجنة الشرعية وأعضاء اللجنة الشرعية، أتوجه لهم بالشكر الجزيل.
كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر الجزيل للقطاع الخاص الذي عبر عن دعمه وتكاتفه مع احتياج المواطنين في هذه المنصة وجميع الفرص المعروضة في هذه المنصة التي تقدر بأكثر من 300 فرصة. كان تبرع سخي جدا من القطاع الخاص، أثبت فعلا تعاضد وتكامل القطاع الخاص مع القطاع العام من خلال هذه المبادرة. وما في شك أن هذا أحد ركائز رؤية 2030 التي يقودها سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأيضا هو رئيس مجلس إدارة سدايا، نعم، الذي يحثنا دائما على تحقيق مرتكزات ومستهدفات هذه الرؤية، وأهمها أن فعلا يكون هناك مساهمة للقطاع الغير ربحي في الناتج المحلي. وأيضا أحد المستهدفات لوطن طموح هو أن يكون مواطنه مسؤولا. هذه الحملة عبرت عن هذا بكل جلاء، تعاضد، تعاون، تكاتف بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لإبراز هذه القيمة العظيمة لمجتمعنا الخير. كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل لجميع الأفراد الذين بادروا منذ إطلاق الحملة قبل شهر تقريبا الآن إلى الآن، وهم يبادرون بشكل آني في التبرع من خلال هذه المنصة التي هي متاحة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع على مدار الشهر. كما أحب أن أذكر أن الحملة مستمرة خلال كامل شهر رمضان، كما ذكرت 24 ساعة يوميا 7 أيام في الأسبوع لا تتوقف من خلال الموقع، وهي متاحة لجميع فرص التبرع. أدعو الجميع لاستغلال هذا الموسم والتبرع من خلال منصة إحسان التي بإذن الله تقدم قيمة جديدة لم يسبق أن تقدمت هذه القيمة، وذلك من خلال الموثوقية والشفافية والأمان والسرعة وسهولة الاستخدام. في الأخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل المثوبة لكل المتبرعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وشكرا جزيلا لكم. الله يحفظكم، شكرا لكم معالي الدكتور، شكرا لهذا العطاء، شكرا يعني لما تفضلتم به من لمحة رائعة يعني تتحدث باختصار عما قام به خادم الحرمين وسمو ولي العهد وأيضا كل القيادات في هذه الدولة الكريمة. شكرا لكم معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي. شكرا. مشاهدين الكرام، وقبل ختامي واختتامي هذه التغطية المباشرة، نقول شكرا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى ملك أحب شعبه فجعل الله حبه في قلوبهم عقيدة ويقينا، إلى الجواد الذي أتعب الجود وكان فينا ملكا ووالدا ومربيا وموجها للخير معينا، إلى أب علمنا أن الوطن لم يكن ترابا وطينا ولكنه كرامة وروحا وأنفاسا وانتماء وحنينا، إلى ولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز الذي ولينا بولاية عهده الخير وتولى الأمانة فكانت ولايته تسديدا ورفعة ومحبة ورحمة ولينا، إلى كل مسؤول ومحسن ومتبرع لسان حاله يقول الفضل لله ثم للقيادة، وما نقص مال من صدقة، ففضل الله كثير وخير هذا الوطن العظيم وفير، فالإحسان منا وإلينا، إلى وطن عاهدناه يغدو بنا قويا متينا عاليا مكينا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، يقولها كل مواطن يستشعر فضل هذا الوطن وإحسانه بعد أن أقال عثرته وعاش كريما آمنا، فلا يملك إلا الدعاء والامتنان لقيادته وإخوته بعد أن كفيت حاجاته وقر قلبا مطمئنا وعينا، طابت ليلتكم بالإحسان وللإحسان، والسلام. من خلال ميزة التبرع السريع في منصة إحسان تستطيع التبرع في ثواني معدودة وبدون التسجيل في المنصة. اتبع الطريقة التالية للتبرع السريع: قم بزيارة المنصة واضغط على أيقونة التبرع السريع، ثم اختر المجال المراد التبرع له، بعد ذلك قم بتحديد مبلغ التبرع واختر طريقة الدفع المناسبة لك مثل أبل باي أو أي من طرق الدفع الأخرى. ستظهر لك رسالة اكتمال التبرع بنجاح، وتقبل الله عطاءكم.